عشان ما حدا يشوفنا وعيوننا مبقى بقى 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 من البكاء. بس يا جماعة بكل الأحوال وشو ما صار رجاء بدون انفعال، بالتفاهم كل شيء بينحل إذا بتريدوا. أوكي رامي افتح حبيبي افتح. تفضل يا جماعة تفضل. رجاء يا جماعة رجاء اللحظة. خير عادي شو في؟ رجاء يا جماعة انكم تقدروا الوضع الحالي جوا بمنتهى الحساسية. صار لي 22 سنة عم بتفهم الوضع، شو بدك أكثر من هيك؟ مظبوط عمي معه حق ونحن كمان معنا حق. بعدين الواحد شو بده يتفهم ليتفهم اه؟ وشو المشكلة؟ مشكلة الشرق الأوسط يعني؟ بابا ماما مو ناقصة وكمان حضرت عم تعاني هي الثانية؟ الظاهر كلهم جوا عم يعانوا. هلا بكلمتين حلوين من قصيدة برهوم بيمشعل. فعلا عمي هالقصيدة هاي رح يكون لها وقع سحري وخاص على قلب مرت عمي تحديدا. تفضلوا تفضلوا شرفوا تفضلوا. وانت ليش كمان محاط النظارات؟ ولا اختصاصك عبد الوهاب يعني؟ يو بصح لكم كريم ما في داعي للمقلسة؟ الله يسامحك يا نبيلة، معقول يعني اتمقلس على عبد الحليم؟ وأنت بهالنهارات؟ ليش متذكر؟ طبعا متذكر. وهي جايب لك أحلى هدية، كتاب أعز الناس لمجدي العمروسي، وراح بهديه لأغلى الناس. خلانا نعيش أحلى أيام العمر على أغانيه. عم تحكي من قلبك؟ لسه عم تسأليني؟ اطلعي بعيوني يا نبيلة. على قول عبد الحليم، يا حبيبي عشتي أجمل عمر في عينيك الجميلة، عشتي أجمل عمر. يا سلام يا سلام. الله يا عم الله. فاتن تفضلي. لما راح تفتحيها راح تشوفي فيها عملة عبد الحليم حافظ الذهبية من فئة الخمسة جنيه. أنا صار لي شهر مبصي عليها من مصر مشان توصل بمناسبة ذكراه ال 22. الله يا أبو مازن الله. عظمة على عظمة على عظمة. مرسي مالك حقيقي مرسي. يا مازن هذا آخر شريط كاسيت أنتجته صوت الفن لعبد الحليم بمناسبة الذكرى 22. يعني هلأ صارت مجموعتك كلها كاملة ومو ناقصك شيء. آه يا أبو رامي. آه يا أبو رامي يا ملك الرومانسية. آه يا رومانسي يا أبو رامي. بس ما بعرف ما بعرف ليش بحس إنك ما بتحبه. شو مناسبة الحكي هلأ؟ يعني أنت فعلا عجيبة، كيف ما واحد بيشي معك ومخلص؟ خلص نجيب عم تمزح معك، شو ما بتلقى مزح؟ يا سيدي بلقى، بس مو لازم يكون في مزح بالأول؟ هو سافولو سافولو. طيب يا أبو رامي طيب يا أبو رامي. إلى شادو من عاشق العندليب. ياي قصيدة جديدة؟ طبعاً، ولسه لما تسمعيها بصوتي رح يعني ما بعرف شو رح يصير لك. يا عيني عليك يا مرحوم يا عيني عليك. ولسه بتقلوا لي سعاد وما سعاد. شرفوا تفضلوا. مبروك رامي. شفتوا شلون الواحد ما لازم يقول شيء او يحكم على شيء قبل ما يسمع دفاع المتهمين؟ اوكي عمو.